تعب. يعني كان بقى يعني انت قصدك انه كله يعني. تعب لعيبه مرهقه، الجهاز الفني نفسه مش قادر يفكر ازاي ياخد من كل مباراه في الايجابيات اللي هي كله تعب. انا عايز اقول لك على حاجه، موضوع كاس العالم عندي اجوبه لاسئلتك، بس انا بس انا مش ضيف. لا اتكلم، لا اقول لك ايه يعني، احنا بنتكلم، احنا بنعوزين نوصل. طب ما تيجي نفتح موضوع كاس العالم ده. انا نفسي مش مصدق ان وليد ازارو ده متعور ولا اجايه ده متعور. انا فجاه لقيت اتنين لعيبه في وسط الملعب كده قالوا اي من غير سبرنت من غير اي حاجه، وخرجوا وسافروا على بلادهم. انا حاسس ان موضوع كاس العالم ده لا يا كابتن ضيع الدنيا كلها. لا لا من غير ما لا تقول لي لا يا كابتن. لا يا حبيب قلبي، بص هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، اسمعني بس، اسمعني. انت عنده خلفيه كانت باينه قوي. اسمعني طيب بس، اسمعني، اسمعني. انا مش بقول تهرب لعيبه، مش بقول تهرب لعيبه. بص موضوع كاس العالم ده خلى لعيبه معينه مركزه في الحكايه دي. ده عادي، ده عادي. انا خلاص خدت الدوري يا ربيع و فاهم قصدي، ورايح العب وماتش الاسيوطي ده اي لعيبه تلعب تكسبه، وخلينا انا لما ارجع بين الولا يعني في تفكير كده هزم الفرقه الحقيقه. في تفكير اللعيبه اللي خرجت زي ما انت قلت الاعارات هزم الفرقه. الفرقه دي كمان انت مش العصا السحريه في يوم وليله، مع زي ما انت قلت عادل بننزل بالحمل كله مع نهايه الموسم. دول اتنين موسم مش موسم واحد. الاعارات تبقى كانت مجموعه تانية مش المجموعه دي، منهم زي ما ذكرت التين كانوا مهمين جدا. يعني عايز اقول لك يا كابتن ربيع يبقوا اتقل يعني من اللاعبين. لا كان عايز في انياب بتاعته كانت تبقى طيب موجوده، كانوا يبقوا اساسيين. على فكره فيهم اتنين اساسيين، صالح جمعه وزكريا مؤمن. صالح جمعه انت عارف قصته انه مش لعيب كويس ولا قصته يا كابتن. انا